اليوم بيكون اليوم الوطني الأوكراني، فيه العديد من الفعاليات المختلفة طوال اليوم. بيكونون هنالك الأوركسترا الأوكرانية راح تكون متواجدة في إكسبو من 8 إلى 4، وراح يكون في حفل كبير أيضا في ساحة الوصل بهذه المناسبة. بالنسبة للأجواء، نحن نتعامل مع بشكل مباشر مع المركز الوطني للأرصاد، ونحث الجمهور دائما على متابعة الأخبار من المواقع الرسمية ومتابعة أيضا موقع إكسبو لمعرفة آخر التطورات في هذا الجانب، وعدم أخذ المعلومات من مصادر غير رسمية. لازلنا الآن موجودين وراح تكون الفعاليات قائمة حتى الآن، ولكن نرجو من الجميع متابعة المواقع الرسمية لمعرفة التطورات الأوضاع الجوية.